باستوديو وامضة مع زياد مطر. هاي زياد. هاي مايا، كيفكم؟ كيف ملاقى قربنات لهلأ؟ والله كتير حلو السنة، الإيفنت مبلش منيح، لنا يومين نحن هون اكشلي، اليوم ثالث يوم كنا بالديفلوبرز داي which was very very well attended، كان في كتير عالم. امبارح بالإندستري داي كمان غطينا two panels والتيم كله موجود هون. يعني بالنسبة لنا قربنات is one of the most exciting events، عم نجي عليه دايما، عم نتردد عليه من سنة الماضية السنة، وإن شاء الله منكمل يعني بهالإيفنت. تفضل. بدنا نحكي شوي عن اتجاهات الموبايل السنة الماضية. شو أبرز شيء لحظة نجاح بالموبايل ترند السنة الماضية؟ بتبين أكثر شيء إنه الهواتف الجوال الذكية سمارت فونز بلشت تسيطر على العالم، من ناحية إنه أسعارها عم بتصير بمتناول أكثر عدد من العالم، بعد ما صارت شيء فينا نسميه سعره رخيص اليوم، بس عم بتقرب كتير على 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 جيوب أكثر عدد ممكن من المستهلكين، وشوي شوي رح نلاقي إنه الهواتف الذكية رح تصير بكل جيوب العالم. الهاتف الذكي السمارت فون اليوم اللي عم يجيب لنا هي الابليكيشن، التطبيقات. السنة الماضية شفنا دخول التطبيقات على حياة العالم، تطبيقات الجوالي فيسبوك، تويتر، فورسكوير وإشياء غير لوكل، انتقلت من الانترنت الثابت بالبيت على الديسكتوب على الانترنت الجوال على السمارت فون. وهل يعني هل الاتجاه الجديد اللي عم يعني صار قادرين مين ما كان يكون عنده تليفون ذكي يكون حامله بايده عم بينتشروا كتير، هل انتشار بالسنه اللي جايه لشو رح يؤدي؟ هلا عم نشوف الاستعمال عم بيزيد، طبعا في التطبيقات الاجتماعيه السوشيال مكمله، بس عم نشوف اكثر هلا تداخل عالم الموبايل السمارت فون بعالم الترفيه الانترتينمنت. يعني عم نشوف العالم عم تستعمل تليفونها اكثر كمان لتسمع على موسيقى، لتحضر افلام، تشارك صور. هذا كمان ناتج على تطور الشبكات مع الجيل الثالث وهلا الجيل الرابع اللي عم تسمح انه يكون في قدره اكبر لارسال معلومات بسرعه قويه. بقى عم نشوف هالموبايل انترتينمنت الترفيه عم بيصير ذا نايس ترند. اللي راح يصير كمان مع الوقت انه نشوف دخول الهاتف الذكي على انا بسميه على ليفينج روم، على اوضه القعده، نشوف كيف تصير يتفاعل مع بقيه الـ 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 الاجهزه اللي عندنا اياها بالبيت من التلفزيون للكمبيوتر اتسترا، لنقدر نشارك بعضنا بالعائله ونشارك بين الاجهزه الاشياء المحتويات اللي عندنا اياها نحن، الكونتنت، الصور، الفلومي اتسترا. امبارح كنت حضرتك مودريتر على جلسه عن الصحه والموبايل، يعني كثير حكيتوا عن كيف ممكن نخلي الداتابيس اللي خاصه بالطب موجوده اكثر اونلاين وعلى تطبيقات على الهواتف الذكيه. شو رايك بهذا الموضوع؟ الصراحه يعني موضوع اليوم عم ينحكى فيه كثير عالميا مش بس بالمنطقه، وبعد ما في حل موحد للموضوع، بس كنا عم نشتغل على لنلاقي حلول. في كذا مشكلة عم بيواجهوها الشركات اللي داخل الموضوع، مشكلة الريجوليشنز بالدول من ناحية، وهي مش انه الريجوليشن يمكن صارمة، هي عدم وجودها. مثلا البارح صار حكي بالبانل انه طيب خلينا نمشي، نحن بنشتغل مع الحكومات بنشتغل مع الكل، بس يمكن بدنا نشوف اشياء اكثر تكون مبتكره من العالم. حتى كنا عم نحكي عن يمكن حدا يخترع الهيلث بوك بدل ما يكون في فيسبوك مثلا كطريقه، لانه مشكله المعلومات الطبيه اليوم انه مش موجوده بمكان موحد. والفكره كانت انه هل ممكن هو الشخص نفسه اليوزر يخلق معلوماته نفسها مع الوقت. صار في محاولات قبل ما كانت ناجحه، لانه يمكن مش الموضوع اللي كتير يعني محبب للقلب، الواحد يدخل الامراض تبعه ولا حالاته المرضيه الى اخره. بقى صار في كمان نوع من الافكار بالبانل وبالجمهور انه يمكن لازم ينعطى نوع من الانسنتيف مقابل انه المستهلكين هن يدخلوا معلوماتهم، ولكن الاتجاه صحيح. في دور المستشفيات والاطباء لازم يلعبوا، لانه هن بيملكوا ثقه الانسان واللي استعد يعطيهم هالمعلومات ويشاركهم وياخذ نصيحتهم. بنفس الوقت نحن عندنا دور كبير عم نلعبه اليوم، مثل ما قلنا عم نحاول نخلي الهواتف الذكيه تصير متناول الجميع، وواحده من التطبيقات اللي راح تكون هي راح تكون التطبيقات الصحيه. كمان كان في حديث عم بيصير امبارح بجلسات حول التعليم،
وحاول كيف ممكن نستعمل التطبيقات كمان بالتعليم إن كان بالجامعات أو بالمدارس الصغيرة. عندك شيء تقوله بهذا الموضوع؟ طبعا يعني اليوم أكثرية العالم بالمنطقة كلها هون بالمناطق النامية تكون أول خبرة لها على موضوع الإنترنت عم تكون عبر الهواتف الجوالي بقى. الشيء صحيح اللي فينا نعمله إنه ناخد هالموضوع ونبلش فيه من الأول بالمدارس وبالجامعات. التابلت اليوم ولا الهاتف الجوال رح يكون بمتناول التلميذ دايما، رح يعطيه قدرة انه يدرس بالأوقات اللي بتناسبه، يعمل أبحاث على مواضيع معينة، ويقدر يعمل حتى تواصل مع بقية التلاميذ، مع الأستاذ، مع الدرس نفسه. هيدي شغلة كمان، هذا تطبيق تاني غير الصحة اللي هو التعليم بنشوفه كمان رح يكون ناجح على الموبايل. شكرا زياد لانك حكيت معنا باستوديو ومضة، وجود لك. شكرا لك مايا، وسلم على كل مشاهدي ومضة. ثانك يو.